أكد السوداني تفعيل 1321 مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً تكاثلتها 23 تريليون تكلفتها من خلال الموازنة الثلاثية التي في الوقت نفسه منحت الثقة للشركات المتعاقدة بالاستمرار في العمل وعدم التوقف. احنا فعلنا المشاريع المتلكئة والمتوقفة والتي عددها 1321. أنا كنت أطرح 1542، أكو مشاريع تم إنهائها، تم اختصارها، إلغائها، إنجازها، فهذا الرقم النهائي بعد إكمال التدقيق. 1321 مشروع متلكئ منذ سنوات، قسم 2008 والأكثرية من 2010 و11 و12 و13، هذه كلفتها 23 تريليون دينار. هذه الموازنة الثلاثية أولا أنطتنا المساحة للبدء بإكمال هذه المشاريع 1321، استأنفنا العمل ب 471 مشروع، لحد الآن أنجزنا 120 مشروع تم تسليمه، وال 471 يعني مستمرة تقريبا قيد الإكمال. هذه الموازنة الثلاثية منحت الثقة للشركات المنفذة بأنه ماكو توقف للعمل. قبل الشركة تتوقف بالتاسع بالعاشر على أبوكم أكو موازنة راح يناقشوها، طلعت من الحكومة، وصلت لمجلس النواب، تأخرت، لا أكو موازنة مستمرة 3 سنوات، فأنت الدافع للشركات أنه تستمر بالعمل، لأنه المقاول من يدي يشتغل يكون يأخذ استحقاقه حتى ينجز العمل. إحنا موازنة الاستثمارية لعام 2023 لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف 50%، وهذا يؤكد على منهجية تنفيذ المشاريع وحث الشركات على العمل أكثر من شفت.